اهلا وسهلا بكم اعزائي التلاميذ في رحاب مدرستكم مدرسة نت. سنقدم اليوم لكم ملخص رائع جدا حول المقطع الثاني، مقطع الهندسة خصيصا للسنوات الاولى متوسط. مقطع الهندسة او المقطع الاول الذي يتكلم عن التعامد والتوازي. ما هو تعامد مستقيمين؟ ما هو توازي مستقيمين؟ الانتماء وعدم الانتماء، يعني نقطة هل تنتمي إلى مستقيم أو لا تنتمي إلى هذا المستقيم. أولا بالنسبة للمستقيمات، سنتعرف على ما هو المستقيم، النصف مستقيم وقطعة مستقيم. ما هو المستقيم؟ المستقيم هو عبارة عن خط يشمل نقطتين A و B ولا يكون محدودا من الطرفين. المستقيم، هذا المستقيم هو عبارة عن خط يشمل النقطتين A و B لكنه غير محدود من الطرفين. نقرأ عنه. لاحظوا أعزائي التلاميذ أنه ليس محدود من الطرف A وليس محدود من الطرف B. نقرأ المستقيم AB. المستقيم AB يمكن أن يكون لدينا مستقيم وليست فيه أي نقطة. هذا المستقيم يقرأ مثلا، سمينا هذا المستقيم بالمستقيم D، إذن يقرأ المستقيم D. يرمز إلى المستقيم بنقطتين بين قوسين إذا كانت النقطتين تنتميان إلى المستقيم، أو يرمز إليه بنقطة. إذا سمينا المستقيم بنقطة بين قوسين مثلا المستقيم B. بالنسبة لنصف المستقيم، هو خط، يعني هو مثل المستقيم لكن يكون محدودا من طرف واحد وغير محدود من الطرف الثاني. يكون محدود من جهة وغير محدود من الجهة الأخرى. محدود من جهة A وغير محدود من جهة B، لكن توجد النقطة B تنتمي إلى المستقيم. نصف المستقيم الذي مبدأه A ويشمل B محدود من جهة A وغير محدود من جهة B. كيف نرمز له؟ نرمز له أو نقرأ نصف المستقيم AB، محدود من جهة وغير محدود من الجهة الأخرى. رمز المستقيم من جهة لأنه غير محدود من الجهة الثانية، ورمز القطعة من الجهة الأولى هنا لأنه محدود من الجهة الأولى. قطعة مستقيم، إذا قطعة مستقيم هي عبارة عن خط لكن يكون هذا الخط محدودا من الطرفين. هذا الخط محدود من الطرفين، محدود من جهة A ومحدود كذلك من جهة B في حدين. قطعة مستقيم طرفاها النقطتان A و B محدودة من الجهتين. هذه القطعة محدودة من الجهتين، تسمى أو نقرأ قطعة المستقيم AB، نرمز لها بالقطعة AB. الآن سنتعرف على استقامية النقط. ماذا يعني نقاط على استقامة واحدة؟ هنا لدينا مستقيم، ثلاث نقاط تنتمي إلى هذا المستقيم. نقطة A موجودة في المستقيم، النقطة C كذلك موجودة في المستقيم، والنقطة B موجودة في المستقيم. النقط A B و C في استقامية لأنها تنتمي إلى نفس المستقيم.
نقول عن نقاط أنها في استقامية إذا انتمت لنفس المستقيم، معناها يمر عليها مستقيم واحد، يمر عليها نفس المستقيم. بالنسبة لهذا المثال لدينا A نقطة A والنقطة C والنقطة B تنتمي إلى نفس المستقيم، لكن النقطة C تنتمي إلى القطعة AB. هنا لدينا قطعة AB، C تنتمي إلى القطعة AB، هذا رمز القطعة. C كذلك تنتمي إلى المستقيم AB، رمز الانتماء. و C تنتمي إلى نصف المستقيم AB، قلنا أن نصف المستقيم يكون محدود من جهة وغير محدود من الجهة الثانية. لدينا المستقيم AB، هذا المستقيم في يعني يوجد في هذا المكان أربعة نقاط، سنتكلم عن الانتماء أو عدم الانتماء. النقطة B لا تنتمي إلى القطعة AC، لأن القطعة AC محدودة من جهة A ومحدودة من جهة C، B ليست داخل القطعة. النقطة B تنتمي إلى نصف المستقيم AB، نصف المستقيم AB ومحدود من جهة وغير محدود من الجهة الأخرى، معناه B ينتمي إلى نصف المستقيم AB منه محدود غير محدود عفوا. النقطة B لا تنتمي إلى المستقيم AB، النقطة D لا توجد داخل المستقيم AB، إذا النقطة D لا تنتمي إلى المستقيم AB. المستقيمان المتقاطعان لدينا نوعان، مستقيمان يتقاطعان فقط، المستقيم D يقطع المستقيم D فتحة. في النقطة C المستقيمان D و D فتحة متقاطعان في النقطة C، هم يتقاطعوا في النقطة C. المستقيم B مع المستقيم D فتحة متقاطعان، لكن هما متعامدان. لما رسمناهم باستعمال الكوس، إذا المستقيم D يعامد المستقيم D فتحة، يقاطعه يتقاطعان في نقطة ويتعامدان. المستقيمان المتعامدان هما مستقيمان متقاطعان ويشكلان زاوية قائمة. رمز التعامد هو هذا، D فتحة يعامد D. سنتعرف كذلك على منتصف قطعة مستقيم. لدينا القطعة AB، منتصف القطعة AB يمكننا إيجاده باستعمال المسطرة، نقيس الطول AB نقسمه على 2 نتحصل على منتصف القطعة AB. لما نعين منتصف قطعة لا ننسى أن نكتب التشفير، لا ننسى وضع التشفير. التشفير معناها أشفر وأوضح أن القطعة الأولى تقايس القطعة الثانية. نقول عن النقطة C أنها منتصف القطعة AB، ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن AC يساوي CB، والنقاط AC وB على استقامة واحدة. حتى تكون نقطة منتصف قطعة يجب أن تكون أصلا النقاط الثلاثة على استقامة واحدة و AC يساوي CB. بالنسبة لقطعة أو محور قطعة مستقيم كيف يتم رسمه؟ لدينا القطعة
AB باستعمال المدور. نفتح المدور فتحة معينة، نضع الشوكة على A قوس في الأعلى وقوس في الأسفل، نضع الشوكة على B قوس في الأعلى قوس في الأسفل، ونصل بين النقطتين. لا ننسى أن نشفر أن هذه القطعة تقايس هذه القطعة، كذلك رمز التعامد. من بين خواص محور قطعة مستقيم، أي نقطة تنتمي إلى المحور تبعد بنفس المسافة عن طرفي القطعة، معناه FB يساوي FA. المستقيم دلتا 2 عمودي على المستقيم AB في المنتصف، هذه النقطة هي منتصف AB. إذن هذه طريقة رسم محور قطعة مستقيم. قلنا نأخذ المدور، نفتح المدور فتحة معينة، نضع قوس في الأعلى قوس في الأسفل، بالمحافظة على نفس فتحة المدور نضع الشوكة في النقطة B قوس في الأعلى قوس في الأسفل، ثم نصل بين النقطتين الناتجتين، ولا ننسى رمز التعامد. قلنا أن أي نقطة تنتمي إلى المحور تبعد بنفس المسافة عن طرفي القطعة. أي مستقيمان المتوازيان؟ ما هما المستقيمان المتوازيان؟ هما مستقيمان لا يتقاطعان أبدا، مثل السكك الحديدية، إما لا يشتركان في أي نقطة وإما منطبقان. حتى المستقيمان المنطبقان هما مستقيمان متوازيان. كيف نرسم مستقيمان متوازيان؟ أولا نرسم المستقيم دلتا، دلتا واحد أو المستقيم المعطى، بوضع قاعدة الكوس على المستقيم دلتا واحد، ثم نضع معه المسطرة، نقيس مسافة. مثلا نأخذ مسافة 7 سنتيمتر هنا، أنه 7 هي مسافة كبيرة على الشاشة، يمكنكم أخذ مسافة صغيرة مثلا 2 سنتيمتر أو 3 سنتيمتر، وعين النقطة الأولى. بنفس الطريقة أضع قاعدة الكوس على المستقيم دلتا واحد مع المسطرة، وأسمي النقطة B 7 سنتيمتر، ثم أصل بين النقطتين A و B، فينتج لنا المستقيم دلتا واحد يوازي المستقيم دلتا 2، مستقيمان متوازيان. خلاص، إذا كان مستقيمان متوازيان فإن كل مستقيم عمودي على أحد المستقيمان، مثلا هذا المستقيم عمودي على المستقيم دلتا واحد، فإنه عمودي على المستقيم دلتا 2. إذا كان مستقيمان متوازيان فإن كل مستقيم عمودي على أحدهما يكون عموديا على الآخر. كذلك هنا، إذا كان مستقيمان عموديان على مستقيم ثالث، مثلا عندنا هذا المستقيم، هذا المستقيم يعامد هذا المستقيم، كذلك مستقيم آخر يعامد هذا المستقيم، فإن هذان المستقيمان متوازيان، معناه دلتا واحد يوازي دلتا 2. كان هذا ملخص المقطع الثاني اللي هو مقطع الهندسة. لا تنسوا أن تشتركوا في قناتنا وتضغطوا على زر الجرس وتتابعونا على صفحاتنا ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.